فوتوشوب انديزاين الستريتور فلاش ادوبي ريدر من برنامج فوتوشوب زين على الفوتوشوب ادوبي الستريتور ادوبي فوتوشوب من 2004 خمس او ست سنين تقريبا بستخدم برنامج الفوتوشوب ست سبع سنين تقريبا بقالي تقريبا 10 سنين بشتغل على الفوتوشوب اتعلمته مع نفسي كان واحد صاحبي بيعلمني الكلام ده فحاولت اتعلم مع نفسي الاول بس لقيت الموضوع صعب وبعدين قلت عايز الموضوع يبقى اكاديميك اكتر اضطريت الجا لكورسز شويه كورسز برايفت كورسز مع جروبس كورس الفوتوشوب خدته في سنتر هنا تبع لجامعه الدول العربيه يعني بروشورات استطيع ان اعمل بروشورات لوك نوت ثلاثيه هو الفوتوشوب لوحده من غير الستريتور ما يطلعلكش منتج نهائي كويس احنا تيم في الكليه بنعمل خدمات للناس فبنضطر ان احنا نصمم بانرات فبنستخدم الفوتوشوب في صوره كبيره قوي في الموضوع ده كان في سنتر عملت له خمس لوجوهات واستخدمنا برنامج فوتوشوب بصوره كبيره جدا في الموضوع ده الفوتوشوب فيه بصمم بيه كروت بانرز ممكن اعمل سايت اه دايما بنشتريها من عن طريق النت تبقى موجوده فعلا على النت ما ومعها كراكس الكراكس على طول مثلا ممكن بعد ما بتنزل النسخه الجديده من الفيرجن الجديد للفوتوشوب مثلا بيبقى على طول بعديها بشهرين ممكن الاقي الكراك نزل غالي نسبيا غاليه جدا مثلا بيبقى 2000 دولار ويعني بتبقى سعرها مرهق احنا عندنا اللغه العربيه غير الاجنبي بالتشكيل بالذات في النص العربي التشكيل لما اكتب مثلا حاجه اسلاميه حاجه فيها تشكيل ما التشكيل بايظ الفيرجن الانجليزي اقوى من العربي هنا لان فونتات كتير بتلاقي فونتات كتير ما بتحتاجش ترسم شغل كتير اما بالعربي بالنسبه لنا معظمه فاشل فاشل ليه؟ لان هم الناس ديت ما وصلناش ان احنا انت بتحدثنا بالعربي يعني الناس بيبقى طالب فونت فانا بحتاج لغايه دلوقتي خطاط بيخط بايديه في بعض اللوجوهات وبعد ما فيش افكتات كويسه في العربي في الاد فوتوشوب مثلا في كذا اكستشن بيجي لنا مش بنعرف نفتحه وما بيقراش عليه فبنضطر ان نحتاج برامج تحويل كتير كونفرتر نقدر نحول الحاجات دي نقدر نشتغل عليها في الكورال درو في كورال اندرو جي ام بتاع اللينكس سيستم بس اظن الفوتوشوب هو الرائد الفوتوشوب والتحديث اللي مستمرين فيه بيساعدك بسرعه انك انت تكتب بوقت قليل يلخصوا الكلام دوت بحيث الناس كلها تشتريها محتاج يبقى السعر بتاعها اصلا قليل توفر البرامج المهمه دي بسعر كويس للطلبه عن طريق اتفاقيه مع جامعه الاسكندريه